إن لحماتها بترقيها من الحسد، والتانية اللي مش بتستحمل عليها الهوى وبتحافظ عليها ومعتبراها بنتها، وإن لحماتها بقت كل حياتها. مش هتصدق إن دي علاقة فنانات بحماتهم، وإن الحموات طلعت فاتنات بجد وحكايتهم حكاية، وبيعاملوا زوجات أولادهم بدلع وروقان كأنهم بناتهم بالظبط. من أشهر الحموات الفاتنات دول بقى صبورة السيد، حامات الفنانة مي عمر اللي بتعاملها على إنها بنتها وحبيبة قلبها، سرها كمان معاها، وأول ما مي بتبقى عايزة تاخد رأيها في أي حاجة بتروح على طول لحماتها وتقول لها. ومش بس كده، دي بتتابع معاها الأعمال بتاعتها حلقة بحلقة وبتعلق لها على كل حاجة. كمان حمات مي عمر بتخاف عليها من الحسد قوي، خاصة في الجزء الخاص بعلاقتها بابنها، وبترقيها بقى لحسن يحصل لهم حاجة، ما هو الناس مش بتحب العلاقات الحلوة اللي بين الناس أبدا. أما بقى يا سماحة، فعلاقتها بحماتها حكاية ملهاش زي. حماتها تبقى المنتجة ناهي فريد شوقي، كانت بتحبها جدا لأنها مرات ابنها الكبير كمان. كانت أيا سماحة واخدة الدلع كله والدلال من عائلة جوزها واللي كانوا مدلعينها على الآخر. مش بس كده، دي أيا سماحة بتفتخر إنها بتنتمي للعيلة دي بأي صورة من الصور، وإنها دايما مفتخرة بيهم، خاصة حماتها اللي كانت بتدلعها وبتعاملها زي بنتها بالظبط. بس شام الذهبي بقى بنت أصالة واللي والدتها بتحبها وبتغير عليها جدا من أي حاجة، علاقتها بحماتها حكاية تانية خالص، وده لأن شام بتعتبر حماتها والدتها بالظبط. مش بس والدتها، دي كمان صاحبتها وأنتمتها، بتعاملها زي ما بتعامل أصالة. وفي عيد ميلادها الأخير كان احتفالها بيها ما حصلش، وكانت كل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، وكان كلام الناس كلها في الوقت ده بقى هي أصالة مش غيرانة على شام من معاملتها لحماتها، ولا بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ هل هي شايفة انها اخذت شام منها ولا لا؟ حكاية بقى كندا علوش وحماتها واللي هي والدة الفنان عمرو يوسف، فراضية عن مرات ابنها جدا، وده بقى لانها مهتمة بابنها وخلت حياته بقت احسن، والناس كلها شايفة كده، مهتمة بيه مخليها مالك زمانه. ومش بس كده، لا دي كمان بتحبها عشان مهتمة بولادها، وده مش بيحصل اليومين دول كتير، ومعجبة قوي بثقافتها اللي بتخليها تربي ولادها كويس، وهتخرج لها احفاد كويسين جدا، ودي بقى اهم حاجة عند حمات كندا علوش. اما بقى كندا فبتشوف ان حماتها هي امها التانية واللي ربنا عوضها بيها في مصر بعد ما جت من سوريا من سنين، وانها كمان حنينة وبتساعدها وقت ما بتحتاجها وما بتخليهاش تحتاج حاجة ابدا، هي عندها استعداد تساعدها طول ما ابنها وولاده في احسن حال. كندا بقى مغرقاهم اكل سوري وهم مبسوطين جدا، محتوياهم كأنها في بلدها بالظبط ووسط اهلها وكأنها متغربتش يوم. إيمي سمير غانم وحسن الرداد كانوا بيعيشوا شوية مع والدها ووالدتها، وشوية كانوا يقعدوا مع والدة حسن الرداد في البيت، وده بقى اللي قرب المسافة بين إيمي وحماتها وخلاهم قريبين من بعض جدا، وخلى والدة حسن تعامل إيمي على إنها بنتها وحبيبتها وأمها التانية. طبعا ده خلى إيمي تحبها جدا وتبقى فرح لها زعلانة عليها كأنها والدتها بالظبط، وتعرضت بسببها لصدمة الفقد اللي لحقتها وراها على طول والدتها دلال عبد العزيز، ودي حاجة كانت معرضة إيمي لصدمة كبيرة في حياتها، وكان مدة الصدمة دي كبيرة ورحيل الاثنين أثر فيها جدا. وإن التجارب اللي فاتت دي طلعت الحموات فاتنات بجد، وبيردوا وبيحبوا زوجات أولادهم، والمولادهم لاقيين الدلع والحنية. أنت بقى شايف مين من الحموات دول بتتعامل مع مرات ابنها بشكل أحلى؟